وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بالأخوة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله جميعا. وأذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل 05 01 78 55 36. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما وصل إلى البرنامج من أسئلة. هذا السائل يقول: يا شيخ، هل من صام 6 أيام من شوال بعد شهر رمضان إلا أنه لم يكمل صوم رمضان، حيث قد أفطر من شهر رمضان 10 أيام بعذر شرعي، هل يثبت له ثواب من أكمل صيام رمضان وأتبعه 6 من شوال وكان كمن صام الدهر كله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فنجد أن هذا الحديث الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام وما فيه من الفضل، بيّن فيه السبب الذي يحصل عليه المسلم من أجل أن أولا أن يصوم رمضان وأن يكون صيامه تاما لهذا الشهر، ثم يتبعه بعد ذلك ب6 من شوال. فنقول بأن ما ذكره السائل بأنه صام 6 من شوال وهو عليه قضاء من رمضان، فنقول أنه قد قدم النافلة على الواجب، هذا أول أمر. ولذلك المسلم الذي سيسأل عنه يوم القيامة هو ما أوجبه الله عليه، والواجب هنا هو أن يقضي ما عليه من أيام من رمضان، فهو الذي سيسأل عنه. وكذلك مثال ذلك أيضا إذا كان عليه نذر، وأيضا الصيام الواجب إذا وجب عليه صيام سواء من صيام كفارة اليمين أو غيرها من الكفارات، فنقول أن المسلم عليه أن يبادر بصيام هذه الكفارات الواجبة قبل أن يبدأ بأي نافلة، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. فنقول للسائل: إذا قدم النافلة أو صيام النافلة وهي 6 من شوال قبل أن يصوم ما عليه من رمضان، فلم يتحقق الشرط الذي جاء في الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه يجوز أن يقدم صيام النافلة على صيام الواجب، واستشهدوا بحديث عائشة رضي الله عنها بأنها أيضا أخرت صيام رمضان إلى شعبان، فقالوا في هذه الحالة أنه يجوز للمسلم أن يقدم صيام النافلة على صيام الواجب. وقالوا أيضا قاسوا ذلك على نافلة الصلاة، فقالوا أنه إذا دخل وقت صلاة الظهر فإنه يصلي نافلة الظهر قبل أن يصلي الواجب. فنقول أن هذا الأقرب في ذلك أنه قياس مع الفارق، ولذلك نقول أن ما يتعلق بنافلة الظهر أو النوافل نوافل الصلوات فإنه جاءت السنة ببيانها وبأن المسلم يصليها، أما ما يتعلق بنافلة 6 من شوال فجاء الحديث الصريح في ذلك، وهو ما يتعلق بصيام رمضان، أن يتم صيام رمضان ثم يتبعه 6 من شوال، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يصلح، يعني إذا ذكروا ما عللوا بأن عائشة رضي الله عنها قد أخرت الصيام، فنقول أن هذا التأخير هو جائز للمسلم، الأصل في ذلك أن من كان عليه صيام من رمضان جاز له تأخير هذا الصيام فعدة من أيام أخر كما قال الله تعالى.
لكن المقصود أنه يريد مثلا أيام يكون فيها فرصة، مثلا في أيام الشتاء يكون النهار قصير حتى لا يشق عليه، ربما عنده شيء من الأمراض أو عنده شيء من الأعمال أو الشغل أو السفر أو غيرها من الشواغل. لكن نقول أن المسلم إذا كان يستطيع صيام النافلة فنقول الأولى أن تأتي بالواجب. يعني إذا نظرنا إلى هذه المسألة أن هذا التأخير هو جائز في حالة أنك لا تأتي بالنوافل، فالعجب أن يأتي الشخص مثلا ويصوم الاثنين والخميس ويصوم ست من شوال ويصوم ويترك ما عليه من واجب، فالواجب هو الذي ستسأل عنه. والتأخير نقول في حالة أنك تريد التأخير الواجب، وليس المقصود بأنك تقدم النافلة على الواجب. ولذلك ينبغي المسلم أن يحرص أيضا على العبادات وأن يؤديها أيضا على أكمل وجه، وأيضا حتى يحصل على الأجر العظيم، وهو ما جاء في الحديث. فنقول للسائل عليك أولا أن تقضي ما عليك من أيام رمضان وهي واجب عليك إذا أردت أن تصوم الست من شوال، ثم بعد ذلك تتبعها بست من شوال، فتتحصل على ما جاء في الحديث من الأجر. أما إذا كنت لم تنوي صيام الست من شوال وتريد تأخير الصيام نقول لا حرج في ذلك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. ونستقبل هذا الاتصال من الأخ تركي من المدينة المنورة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، عندي الوالد صار عليه حادث والآن ما فقد الذاكرة، يعرفنا كأشخاص لكن ما يعرف يتصرف ولا يشيب. لكن هل يعرف أوقات الصلوات ويعرف؟ لا 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 أبدا ما يعرف. نعم. ولا يعرف شيء، لكن كأسماء يعرفنا كأسماء كأشخاص، وتذكر حتى أسماءنا القديمة أو شيء زي كذا. نعم. والآن هو لا يصلي ولا يعرف يعني بالطريقة دي كيف شو نسوي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عنده أرض زراعية. نعم. عليها زبون طبعا، المنطقة يعني مرة مرحلة حلوة للبيع، وعليها زبون مبلغ كبير مرة، هل أبيع والله ما أبيع؟ هل يجوز لي أني أبيع أو لا؟ نعم. بالنسبة السؤال الثالث، نعم، احنا كنا ساكنين في قرية واضطرينا ننتقل للمدينة عشان المستشفى للوالد أقرب له وأفضل له، وساكنين بإيجار وعنده مبلغ مالي وأبغى أبني له عمارة في أرضية له في المدينة، هل يجوز أني أبني العمارة تبنيها ليش؟ عشان يسكن للسكن الوالد. للسكن يعني يسكن للوالد والوالدة وخواتي. نعم واضح، شكرا لك. وأنا عن نفسي هل يجوز أني أسكن عنده ولا لا؟ طيب تسمع الإجابة، شكرا لاتصالك، تفضل. طيب بالنسبة أولا للوالد، وقد أصيب بما أصيب به من حادث، وأيضا حصل أنه الآن لا يستطيع التصرف، وأيضا لا يستطيع أيضا أداء الصلوات في وقتها ولا يعرف الأوقات، فهذا غير مكلف، هذا غير مكلف، وهذا أقرب ما يكون بمن أصيب بالخرف أو بما يسمى بالزهايمر، فهو لا يعرف الناس، وإن كان يعرف أسماء أولاده ويتذكر بعض الأسماء، ولكن هنا قد رفع عنه التكليف، ففي هذه الحالة يجب أن يكون هناك ولي عليه، أن يكون هناك ولاية عليه، يولى أحد أولاده الأقرب منه، والأحسن تصرف فيولى على ماله، ولا يجوز في هذه الحالة أن يتصرف بشيء من ماله، لا ببيع ولا بشراء. ففي هذه الحالة عليه أولا أن يكون هناك ولي على هذا الرجل الذي أصيب بالخرف، وأيضا الأمر الثاني أن لا يتصرف بأمواله إلا في الصرف على حاجاته، يعني ما يحتاج، إما مثلا تسديد الكهرباء، تسديد الأشياء التي يستفيد منها، الأكل والطعام والشراب، إذا كان هناك نفقة سابقة عنده زوجة وأولاد كان ينفق عليهم، فأيضا الولي هنا ينفق كما كان ينفق. أما ما يتعلق بالصدقة فإنه لا يتصدق عنه، وكذلك لا يتصرف في ماله، مثل ما ذكر أنه يريد بيع أرض له، فنقول لا يجوز لك في هذه الحالة أن تتصرف بشيء من ماله، لا ببيع ولا بشراء، هذا أمر. وأما ما يتعلق بحاجته إذا كان هو الآن في بيت أجار
ورأت يعني مثلا المحكمة مثلا، أو أنت يعني بحكم الولاية إذا كنت أنت الولي على والدك، أن المصلحة لوالدك أن يكون في بيت مستقل بدل الأجار، فلا حرج أن ينتقل إلى مكان ملك إذا كان هذا من مصلحته، إذا كان هذا من مصلحته فلا حرج في ذلك. ولك أن تسكن عند والدك إذا كنت أنت من تقوم برعايته، إذا كنت أنت تقوم برعاية الوالد، أو أنت ساكن مع الوالد من قبل يعني في السكن الآن المؤجر، وأنت تسكن قبل أن يفقد ذاكرته أنت وأولادك وإخوتك، فنقول في هذه الحالة أنك تنتقل، الانتقال يكون لمن تحت يده من الأولاد ومن كان يعولهم من الأولاد، فينتقلون معه في بيته الجديد إذا انتقل إلى البيت الجديد، وهذا يجب أن يراعى فيه المصلحة يعني الانتقال وغير ذلك، وإلا فإن الأصل هو أن يبقى في مكانه ويبقى على أجاره، إلا إذا كان هذا المكان يترتب عليه ضرر على الوالد، أو أن المكان غير مناسب، أو أن الجو في هذا المكان لا يناسبه. المقصود أنه ينظر في مصلحة هذا الشخص المريض الذي أصيب بهذا المرض. نعم. ويجوز أن يتصدق من ماله، من مال والده؟ لا يجوز له أن يتصدق بمال والده، لا يجوز له أن يتصرف لا بصدقة ولا بغيرها. جميل. فقط النفقة التي كانت واجبة على هذا المريض إذا كان يعول أولاد وزوجة ومن هو في بيته، فإنه يصرف كما كان يصرفه في صحته وفي عقله. أما أن يتصرف بأمور أخرى بشراء أو ببيع أو بصدقة فنقول لا، لا يتصرف بشيء من ماله. نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم، ونبقى مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مجددا، ومع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد السلام السليمان، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، نستأذنكم ونستقبل هذا الاتصال. الأخ سعيد من ينبع، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خيرا يا رب العالمين. حياك الله. سؤالي: عم أحصر عن العمرة لظرف قهري ولم يشترط، وعلي هدي حتى تقديم الهدي، هل يستمر في تجنب محظورات الإحرام حتى تقديم الهدي؟ وهل عند دفع صك الهدي للجمعيات المعتمدة، بعد دفع صك الهدي لا ينتظر الذبح ولا يسأل إمة الذبح، فقط يحلق شعره وخلاص يعود إلى محظورات الإحرام؟ شكرا لاتصالك، بارك الله فيك، تفضل. نعم، بالنسبة للمحصر، الإحصار إما أن يكون بسبب عدو يمنعه من الوصول إلى الحرم، أو بسبب مرض قاهر يصيب هذا الشخص، أو بأي سبب آخر قاهر يمنعه من الوصول إلى الحرم. فإذا حصل الإحصار فإن عليه في هذه الحالة أن يذبح هديا، وأن لا يتحلل إلا بعد أن يذبح الهدي، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالمقصود أنه لا يذبح، لا يتحلل إلا بعد أن يذبح الهدي. وعليه أن طبعا إذا اتصل على الجهات المعنية، هناك تطبيقات تبع وزارة الحج تقوم بأداء مثل هذه النسك الواجب على المسلم، مثل هذا الهدي وغيره، فإنه يتصل عليهم، وأيضا إذا اتصل يبين لهم حاجته من ذبح الهدي، فهم في الأصل أنهم إذا ذبحوا الهدي يخبرونه برسالة، فإذا وصلته الرسالة يتحلل بعد ذلك، أو أن يسألهم متى يتم الذبح فيخبرونه بالوقت الذي سيذبح فيه الهدي. ففي هذه الحالة إذا عرف الوقت فإنه بعد ذلك يتحلل من عمرته. نعم. أحسن الله إليكم، نستقبل هذا الاتصال. أم شاهين من جدة، تفضلي. أي نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أبغى أستفسر بخصوص قضاء من رمضان، يعني فاتتني أنا قضاء من رمضان من سنوات يعني طويلة قديمة جدا، وإلى الآن ما قضيت ولا أي رمضان. إيش علي في هذا الشيء؟
يعني في بعضها كانت بعذر وبعضها يعني للجهل وزي كذا. طيب يعني أنت عليك رمضانات سابقة ولم تقضي هذه الأيام التي أفطرتيها. نعم، فنقول أن عليك أولا أن تقدري هذه الأيام التي أفطرتيها يعني من السنوات الماضية، تقدرينها وتحاولي أن تقربي يعني هذه الأيام حسب استطاعتك. ثم عليك أن تقضي هذه الأيام أيضا حسب الاستطاعة، يعني كل ما استطعتي أن تقضي من هذه الأيام تقضينه. وعليك أيضا في هذه الحالة أن تطعمي عن كل يوم مسكينا، لأنه دخل أكثر من رمضان على الآخر وأنت لم تصوميه، فيكون عليك كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم. فإذا قدرت الأيام مثلا حسبتيها وجدتيها أن مثلا 30 يوما، فعليك أن تطعمي 30 مسكينا، وأيضا تصومين هذه الأيام 30 تقدرينها على أيام السنة فتصومينها على حسب استطاعتك. نعم نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الاتصالات معنا حميد من الجوف، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله، تفضل. أستفسر أنا طال عمرك، أنا أطلع نزهة عن بيتي 85 كيلو 85 كذا، وأروح بالليل يعني من الصباح أرجع بالليل، هل يحق للجامع والقصر أو لا؟ شكرا لك. نعم، إذا كانت المسافة مسافة سفر وهي تقدر بأكثر من 80 كيلو، فنقول يعني من بعد البنيان وليس المقصود من بيتك، لأن لو الناظر إلى بعض المدن الكبيرة مثل الرياض، لو أن شخصا حسب المسافة من بيته وبيته مثلا في وسط الرياض أو أنه في جنوب الرياض وسيذهب شمال الرياض في نزهة، ففي الغالب أنه إذا أراد أن يحسب 80 كيلو فربما لا يتعدى الرياض إلا بمسافة قصيرة، فنقول هذا لا يصلح. لكن التقدير بهذه المسافة ب80 كيلو بعد أن يتعدى البنيان، إذا تعدى بنيان البلد وقطع مسافة أكثر من 80 كيلو جاز له في هذه الحالة أن يترخص برخص السفر، فجاز له القصر ويجوز له الجمع إذا احتاج إلى الجمع. نعم أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة عبر جوال البرنامج، هذا يقول الشيخ، هل يحصل الفضل لمن صام 3 أيام من 6 من شوال مع البيض بنية واحدة؟ ذكر أهل العلم أنه يرجى له ذلك، يعني إذا أراد أن يحصل على فضل 3 أيام من كل شهر سواء صامها في أيام البيض أو صام أيام 6 ونوى أن تكون هي الأيام 3 التي يصومها من كل شهر فإنها تجزئه، ولكن عليه أن يعقد نية صيام 6 من شوال، فإذا وقعت في مثل هذه الأيام أيام الاثنين أو الخميس أو أيام البيض فإنه يتحصل على أجر صيام 6 من شوال، وفي نفس الوقت يتحقق ما هو في حديث صيام 3 أيام من كل شهر أو بصيام يومي الخميس والاثنين. نعم نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت على جوال البرنامج، شخص يصوم 6 أيام شوال، أتاه مانع عن صيامها هذه السنة، هل عليه إثم؟ لأننا نسمع أنه من يصومها في عام يجب عليه عدم تركها. لا، هذه المعلومة غير صحيحة، ولا يصلح أن يقال مثل هذه المسائل وتنتشر بين الناس فيظنون ويعتقدون بهذه العبادة وهي سنة بأنها واجبة وهي فرض، وهذا لا يصلح مثل هذا الكلام وأن ينتشر بين الناس، بل إن صيام 6 من شوال هي سنة، هي سنة، ولو تركها سواء بعذر أو بدون عذر لا حرج عليه ولا إثم عليه ولا يترتب عليه شيء، وإنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يتزود بالخير فله أن يتزود، ومن أراد أن يترك ذلك فلا حرج عليه. ثم لا ينكر على شخص أنه لم يصم 6 من شوال، بعض الناس هداهم الله يتشدد في هذه المسألة وكأنها واجبة عليه، وأيضا مثل ما ذكر السائل بعض الناس ينشر مثل هذه العبارات وهذه أو هذا الكلام والذي لم يبنى على دليل، ويوجبون على الناس ما لم يوجبه الله ولم يوجبه عليهم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك على المسلم أن يتحقق من مثل هذه النشرات التي ينشرها البعض أو الرسائل التي تصلهم، فنقول أن المسلم عليه
أن يتبع السنة في جميع ما يعمله من أعمال يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أولا أن صيام الست من شوال هي سنة، فمن أتى بها بإذن الله يحصل على ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. ولو أنه هذه السنة لا يستطيع أو أنه أيضا لا يريد الصيام فلا شيء عليه ولا حرج عليه، سواء ترك الصيام بعذر أو بدون عذر، ولا أيضا ينكر على الشخص الذي لا يصوم الست من شوال، ولا ينبغي ذلك. بل إن المسلم إذا أراد أن يحث أخاه المسلم لا حرج في ذلك ويبين له الفضل، ولكن أن يشدد عليه وأيضا يقول له كيف تترك الصيام وكيف أنت كنت بالسابق تصوم ثم تترك هذه العبادة ويشدد على الناس، هذا لا يصلح. نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة يقول السائل أو تقول السائلة: هل يجوز أن أصوم الستة أيام من شوال بنفس النية بقضاء الأيام التي أفطرت فيها في رمضان بسبب الحيض؟ لا يصلح هذا، يعني هي تريد أن تصوم، يعني أن تقضي هذه الأيام وفي نفس الوقت تريد أن تجعلها ست من شوال، تجمع ما بين النيتين، لا هذا لا يصلح ولا ينطبق أيضا على الحديث. الحديث جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان فعليك أولا أن تنتهي من قضاء رمضان ثم تتبع ذلك بست من شوال ثم أتبعه ست من شوال. فهذه السائلة تريد أن تصوم مع القضاء الذي عليها، وأيضا إذا كان عليها ستة أيام تجعلها هي ستة أيام من الست وتجمع ما بين النيتين، نقول لها هذا لا يصلح ولا أيضا يتحقق هذا الأمر. الأمر الثاني: لا يجوز للمسلم أن يجمع ما بين نية القضاء وما بين أيضا نية عبادة أخرى، فنقول أن القضاء يجب أن يكون له نية خاصة، أي واجب عليك سواء ما تعلق بقضاء رمضان أو بواجب الكفارة، كفارة اليمين أو كفارة الجماع أو غيرها من الكفارات، فنقول أن على المسلم عليه أن ينويها نية خاصة، أي الواجب أن يكون له نية خاصة، وأن أيضا يعقد النية من الليل، يعني نية الواجب لا يصلح أن يعقدها من وسط النهار، يعني إذا مثلا أصبح وهو لم يأكل ثم يقول نويت اليوم أن أجعل هذا اليوم قضاء لرمضان، نقول لا يصلح، نية القضاء يجب أن ينويها من الليل من قبل طلوع الفجر، فهذا أمر مهم يجب أن يتنبه إليه المسلم. أما النافلة يجوز له أن ينويها ولو من منتصف النهار وهو لم يأكل فينوي ذلك، وهذا ما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصبح ولم يأكل شيئا فيسأل عائشة رضي الله عنها عندها شيء تقول لا، قال إذن أنا صائم، فينوي الصيام من وسط النهار، فلا حرج في ذلك، هذا فيما يتعلق بالنافلة. أما ما يتعلق بالواجبات فيجب أن يكون لها نية قبل طلوع الفجر وألا يشركها أيضا مع نية أخرى. جزاك الله خير وبارك الله فيك على ما قدمت يا شيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.